طيب بسم الله. اختراع جديد بقى من اول 2012 بيتعامل بمنتهى السهولة والبساطة، اسمه دي اتش سي بي فيل اوفر. هيبقى عندنا في النتورك بتاعتنا زي ما احنا عندنا بي دي سي، وفي واحد مراية منه وبيحصل ما بينهم هما الاتنين ريبليكيشن اللي هو الـ ADC، برضه هيبقى عندنا اتنين DHCP سيرفر. ده الـ DHCP الأولاني DHCP 1 و DHCP 2، والاتنين حضرتك هيبقوا مراية من بعض، واي تعديل يحصل في ده يسمع هنا والعكس. والكلاينت لما يشتغل اما ان هو هياخد من ده او ياخد من ده. ولو انا عندي 100 كلاينت 100 كلاينت ممكن اخلي براحتي بقى، اخلي الاثنين دول يشتغلوا ايه، يشتغلوا اكتف اكتف، يعني ده يبقى شغال وده شغال، وسي مثلا ده يوزع يشيل الحمل بنسبه 50% وده يشيل الحمل بنسبه ايه 50%، او ممكن اخلي ده اكتف وده ستاند باي مستني ده يقع عشان ده يحل ايه محل. المهم ان في النهايه ان شاء الله هيبقى عندي سيرفر شغال دي اتش سي، تمام كده، سواء ده او ده او الاثنين شغالين مع بعض. احنا في اللاب بتاعنا بدل ما نشغل سيرفرين كمان، انا هعمل ايه، انا هاجي على نفس السيرفر اللي شغال بي دي سي هشغله، هيبقى دي اتش سي بي 1، ده الدي اتش سي بي الاول، ونفس السيرفر اللي شغال دي اتش سي بي هيبقى ده دي اتش سي بي ايه دي اتش سي بي 2. فكده بقى بص، هيبقى السيرفر ده عليه اكتف دايركتوري بلس دي ان اس بلس دي اتش سي بي، والثلاثه دول هيبقوا مرايه من بعض هنا زي ايه زي هنا. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب انا جيت على السيرفر الاولاني اهو البي دي سي، سطبت عليه خلاص الدي اتش سي بي احنا عملناه وظبطناه وكريتنا جواه ايه، جواه سكوب، والسكوب ده قلت له بقول لك ايه، انا عايزك توزع من 10 واحد ل 10 100، ولسه حتى الان مفيش اي حد جالي ياخد مني اي ايه اي اي بي. طيب اروح بقى على ده على ده واقوم جاي برده مسطب عليه خدمه الدي اتش سي بي، فافتح كده السيرفر مانجر Add rule next next next. طيب فين ال ADC؟ هنسطب هنا خدمة ايه؟ ال DHCP. next نيكست نيكست انستول، نوقف بس ريكورد لما نخلص انستول نكمل تاني. طيب خلص اهو الحمد لله انستليشن، اكمبليت الكونفجريشن بقى نيكست، واتفقنا مع بعض ان انا لازم اعمل ايه، اي دي اتش سي بي سيرفر هيتسطب على جهاز عامل جويل الدومين، وده طبعا مش اي جهاز، ده الرايز بتاع الدومين، ها لازم اعمل له حاجه اسمها ايه اوثورايز، واتفقنا محدش يعمل يقدر يعمل اوثورايز غير مين، الادمن، ومش اي ادمن بقى هنا، لازم الانتربرايز ادمن. المعلومه دي بتتسجل على مستوى الفورست كله، ان في يا جماعه عندنا في الفورست دي اتش سي بي سيرفر نازل على احد الاجهزه اللي عندنا في الدومين، فلا بد ان هنا تديله الاكونت بتاع مين، سلطان. طيب كومنت، انا طبعا كده كده عامل لوجن على الجهاز ده بسلطان. ديس كيب، يبقى انا هلغي الاوثرايزيشن. كلوز كلوز. بص بقى انا كده عملت ايه، انا كده سطبت دي اتش سي بي سيرفر،
بس لو جيت فتحته هتلاقيه ايه بقى حضرتك؟ فاضي، مفهوش اي سكوبس. فين بقى السيرفر اللي متكريت عليه السكوبس؟ اهو حضرتك، ده اللي متكريت عليه السكوبس. مش انا بقى عايز ده ايه؟ عايز ده يبقى مرايه من ده في حته الايه؟ السكوبس. خد بالك بقى، هما ان شاء الله هيبقوا مرايه مع بعض في السكوبس، وانا اللي بنقي السكوبس اللي انا عايزها تبقى مرايه من بعض. يعني انا ممكن اختار ده او اختار ده، يعني هما مش هيبقوا مرايه من بعض في السكوبس كلها، في اللي انت تشغل عليه، اللي انت تحدده. ممكن انت تشغل الخاصيه دي على كله على سكوب واحد از يو لايك. احنا هنتست دلوقتي على السكوب ده فقط، بس في الواقع العملي طبعا على كل السكوبس اللي انت ايه اللي انت عامله. نجرب واحد، ولو انت فهمت واحد هتعرف تعمله على الباقي. اقوم جاي بقى، بص خلي بالك ده فاضي، ها ده فاضي ما فيهوش اي سكوبس. اجي بقى على ده، رايت كليك على السكوب ده، اقول له بقول لك ايه، انا عايز اشغل عليه خاصيه الفيليه. هو الاوبشن ده ما كنتش هتلاقيه في 2008، ده اتعمل من اول 2012 وانت طالب. كونفيجر فيه لوجر، نكست نكست. بص يقول لي طب اديني البارتنر سيرفر. السيرفر ان شاء الله هيبقى مرايه ايه؟ مرايه مني. بص لما هقول له هنا اد سيرفر، اد سيرفر، المفترض هو اوتوماتيك يكتشف كل السيرفر اللي معمول لها ايه؟ اوثورايزيشن. مش احنا لسه حالا عاملين ده ايه؟ عاملين ده اوثورايز. يبقى المفترض ده كان يظهر لنا فين؟ في الليسته هنا. لان اصلا اول ما بقول له هنا هو بيشيك الداتابيس بتاعت الفورست ويكتشف اي سيرفر معانا في الفورست. بس احنا عشان لسه ده طازه عاملين له اوثورايز دلوقتي، فلسه المعلومه ايه يعني؟ ها ما سمعتش. فعشان كده المفترض يعني ايه لو صبرنا عليه شويه، يعني خلينا مثلا ايه نيجي على ده كده نعمل له، انا هعمل له لوجو في لوجن وكده، وبعدين نرجع نفتح نفس الاوبشن. طيب تعالى بقى نجرب تاني هنا بعد ما عملنا لوجو في لوجن. قول له بقى هنا اد سيرفر، شفت هو اوتوماتيك ايه؟ اكتشف ان في سيرفرين معمول لهم اوثورايز في الفورست بتاعك. لو فرضا ما كانش ظهر يعني مش لازم تستنى، كان ممكن ابراوز واقول له اد ادفانسد فايند ناو، كان هيسيرش. كنت هختار انا ايه؟ الاي دي سي ده لو ما كانش ظهر، بس هو الحمد لله هنا ايه ظهر ذيس اوثورايز سيرفر، واختار مين بقى؟ الاي دي سي. هو ده هيبقى البارتنر بتاعي اللي عنده مرايه من السكوب اللي عندي. بص بقى اللي هيحصل دلوقتي، خلي بالك احنا ما كريتناش حاجه هنا، مفترض شويه كده هتلاقي ده اترمى فيه السكوب اللي هو موجود اصلا فين؟ هنا بكل اعداداته. بيقول لي هو ده السيرفر، تمام نكست. هنا بقى بيسالك يقول لك احنا هنبني زي علاقه كده، ريليشن شيب، ما بين مين؟ ما بين البي دي سي والاي دي سي. اللي فين؟ اللي في الدومين اللي اسمه كامل دوت كوم. تمام كده. طب الليست تايم، الليست تايم هنا بص مكتوب الليد تايم، ليد يقصدوا بيها الليست تايم. يعني ان شاء الله كده الكلاينت لما يجي ياخد ياجر اي بي من المنظومه الجديده دي اللي هي بقى في تعاون ما بين ده وده، هيبقوا يدوا الليست تايم بكام؟ 1 ايه؟ 1 اور. مش الليست تايم بقى اللي احنا كنا مظبطينه 8 ايام، ممكن انت تعدل هنا زي ما انت عايز. تمام. طب لو في تعارض، افرض انا هنا مظبطه 10 ايام وفي الثاني مظبطه 8 ايام، كلام مين اللي بيمشي؟ كلام الاقل هو اللي بيمشي، الاقل هو اللي بيمشي. فاحنا هنا لو سبناها 1 اور يبقى كلام ال 1 اور هو اللي هيمشي. طب انت عايز المود ايه بقى؟ لود بالانس ولا هوت ستاند باي؟ لود بالانس يعني الاثنين يبقوا شغالين والحمل يتوزع ما بينهم. يقوم جاي ده واحد نص السكوب وده واخد النص الثاني، كان انت عملت الخاصيه بتاعت السبريت سكوب اللي احنا قلنا عليها. تمام كده؟ طيب طب لو انت عايز لود بالانس عايزه بنسبه كام؟ كام لكام؟ 50% 50%. طيب بص يا سيدي، فرضا ان واحد منهم عارف هما بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يبعتوا لبعض رسائل عشان كل واحد يطمن على حاله التاني. تمام كده؟ طيب لو واحد منهم وقع ايه اللي يحصل؟ قال لك احنا عايزين نشغل خاصيه السويتش اوفر.
ايه بقى الستيت سويتش اوفر ديت؟ يعني لو واحد اكتشف ان التاني وقع يبدأ هو يشيل الحمل كله، بس هيشيل الحمل كله بعد انتهاء ايه؟ 60 مينت. يعني فرضا دلوقتي بعد ما عملنا الكلام ده وقع، ده يفضل عايش بال 50% بتوعه لمده 60 دقيقه، وبعدين يقول لك خلاص بقى طالما الراجل التاني وقع اشيل انا بقى الحمل ايه؟ اشيل انا الحمل كله. تمام كده؟ طب احنا عشان نعمل ده، عشان نحكي ده، احنا هنوقع السيرفر عشان نشوفه، وابدا انا استنى ده يشتغل، او ممكن انا اجي انا اقول له بقول لك ايه انت لسه هتستنى 60 دقيقه، اشتغل ايه اشتغل دلوقتي مش هتكلم. طيب ممكن زياده فور سكيورتي تحط ايه؟ تحط سيكريت كده. دلوقتي هنبني منظوم فيها 2 دي اتش اس بي سيرفر، تمام كده؟ رقم سري كده يبقى ما بينهم، عشان ما حدش يقدر يدخل المنظومه دي الا اذا كان معاه نفس الرقم دي السري. حط اي حاجه هنا. بس خلاص كده الحمل هيتوزع 50% 50%، ويحصل حاجه اسمها ايوه فينش. بص بقى، بص بص بص، هو دلوقتي بيعمل ايه؟ راح بلغ ده قال له بقول لك ايه، خد سجل الحاجات دي عندك كلوز. روح بقى على ده دلوقتي، اقفل كده مثلا الدي اتش سي بي وافتحه تاني. شفت بقى سكوبا ادرس بول، هي البول ادرس ليز نفس الحاجه. وعارف لو انت الاثنين هيبقوا مرايه من بعض في ايه؟ في السكوب ده. يعني لو انا جيت هنا وانت جاي ايه عامل ريزرفيشن اي حاجه مثلا هتست بيها، بس اس 10 0 0 50 هو ماك ادرس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اي حاجه. قلت له وايد يقول لي يا عم ماشي اي حاجه كلوز. ضفت اهو المعلومات. المفترض بقى بص بص هروح هنا دلوقتي على ده، اخش في ادرس ليزز، المفترض الاقي المعلومه دي. اصبر بس شويه، نقفل كده ونفتح تاني دي اتش سي بي ريزرفيشن. ولا ايه؟ تخش فين انا؟ خش في ريزرفيشن. المفترض تسمع دلوقتي، بس اصبر عليه. لو فرضا ما سمعتش ممكن سيادتك مانيوال تقول له ريبليكيت سكوب، بحيث ان انت تنجز شويه. تمام. المفترض دلوقتي اكشن ريفريش. يلا يا عم بقى. ريفرشايه ريبليكيت سكوب ريبليكيت ريليشن شيب. يلا بينا. طب هنصبر عليه شويه، المفترض ان هي ايه هتسمع هنا نسخه طبق ليها نسخه طبق الاصل. حاجه كمان، لو في دلوقتي الجهاز ده اشتغل، بص انا هشغله، المفترض بقى هياخد اي بي من واحد من الاثنين، دبل كليك هنا على ده، المفترض ده دلوقتي هياخد اي بي. بص بقى يا سيدي، خدش او احنا مش مظبطين جيت واي. بص اخد كام؟ واحد. واضح ان هو لما خد مين اللي وزع عليه؟ 201. فاخد من اول، ما هو مش هم موزعين السكوب ما بينهم، فاخد من اول واحد 51. بص الليست تايم قد ايه؟ من الساعه 3 للساعه 4 هي 1 اور. تمام كده؟ بص بقى مين اللي هيسجل عنده هذا الليز؟ الاثنين. يعني لو عملت ريفرش هنا الراجل ده سجل عنده، وده كمان وده كمان، لو دخلت فيها هتلاقيه هو كمان سجل عنده. بص هنا كمان ادرس ليز
برضه متسجل عندي. مفترض بقى ده دلوقتي يكون سامع. طيب مش مشكلة. بص، طب تعالى مثلا نشغل جهاز كمان اكس بي ده. يلا يا عم، الراجل ده اخد اي بي ولا ما اخدش كده؟ هو نصيبه بقى اخد 52. تمام، فكده ريفرشايه هتلاقي 52 سمعت هنا. وبص سمعت فين؟ سمعت هنا. واضح ان الراجل ده بيبص بصح، هو الحبل متوزع ما بينهم. يعني ايه؟ يعني ده واخد نص السكوب وده واخد نص السكوب. بس الكلاينت في الاول وفي الاخر هياخد من مين؟ من اللي هيرد عليه الاول. فده لو راح ارد الاول خلاص، ممكن ده يخلص ال 50 بتوعه وده يكون لسه ال 50 بتوعه لسه فاضل نصهم ولا ربعهم ولا عاد. طب تعالى بالمره ناخد ده كمان دبل كليك هنا. يلا بقى، عايزين الاولاني يرد الاول. المره دي مين اللي رد الاول؟ الاخ ده اخد ساعه اهو برضه. بص بقى، او ريفرشايه 10 1 وصلت. الاثنين زي ما انت شايف كده مرايه من بعض. مفترض برضو ريزرفيشن هنا. اللي حصل بقى فيه مسحت من هنا ولا ايه؟ طب بص تعالى، لو انا خلاص تعال نجربها المره دي، هاجي على ده، هاجي على ده هعمل له ريزرفيشن. اوكي، شايف ايه اللي حصل؟ الريزرفيشن ده. طب المفترض هنا بقى ايه؟ ها يسمع اكشن ريفرش. طب نقول له ايه؟ ها ريبليكيت. ريفرشاية نقول له ريبليكيت. يلا يا عم بقى هنسيبه هيسمع كمان شوية إن شاء الله. ها في أي سؤال لحد دلوقتي؟ ها أيوه، هو جايب إكس هنا ليه؟ طيب ثانية واحدة كده. بص بقى، لو انت فين، لو انت وقفت هنا على السكوب اللي انت عملته رايت كليك بروبرتيز، ممكن طبعا لو عايز تلغي الموضوع ده تلغيه. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هينفصلوا خلاص عن بعض، وده هيبقى لوحده وده لوحده، ومش هيحصل ما بينهم ايه؟ ريبليكيشن. طيب ممكن اجي هنا بقى بروبرتيز، الاقي هنا الكونفيجريشن خاصه بالايه؟ بالفلو. بيعرفك ان احنا بقى بنينا ريليشن شيب ما بين البي دي سي والاي دي سي، والبارتنر بتاعي هو الاي دي سي، البيانات اللي احنا ايه؟ اللي احنا عملناها. بس هنا زي ما انت شايف كده ما تعرفش تعدل فيها. عايز بقى تعدل فيها، تروح تقف هنا على اي بي فيرجن 4، رايت كليك هنا كده بروبرتيز، تلاقي هنا بقى ايه؟ الفيلوفر. يقول لك هو ده البارتنر بتاعي. حالته ايه؟ حالته البارتنر نورمال. نورمال يعني شغال، يعني الرسائل اللي عمالين نبعتها لبعض بيجي لي رد عليها. طيب والحاله بتاعتنا ايه؟ ها لود بالانس. طب لو انا دخلت في اديت نقدر بقى نعدل في كل الستيت ايه؟ نورمال. شايف الاوبشن ده؟ الاوبشن ده ما يتفعلش الا اذا الراجل ده اكتشف ان التاني ايه؟ وقع. طيب المفترض لو التاني وقع الراجل ده يخش مكانه ويشيل شيلته بعد انتهاء ايه؟ 60 دقيقه. او لو انا ساعتها دوست على الاوبشن ده، بس ساعتها هيكون متفعل بقى، كاني بقول له ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تستناش 60 دقيقه، ابدا اشتغل دلوقتي وشيل. طب احنا عشان نحاكي حاجه زي كده، بص هعمل ايه؟ انا هاجي على ده، هاجي على ده اوقع، هاجي على كارت النتورك بتاعه اوقع، وهنا هاجي على ده. طبعا المفترض ده دلوقتي هيكتشف ان التاني ايه؟ ان التاني وقع. اجي بقى على ده رايت كليك هنا كده بروبرتيز فيل اوفر اديت. يلا يا عم
بص state of partner ايه ها؟ server not available. المفترض دي تتفعل دلوقتي. تعال حتى نقفل وايه ها؟ بص lost contact with ايه ها؟ with partner. edit. شفت بقى ايه اللي حصل؟ اتفعلت. لو انت ما دوستش هنا ما تقلقش، هيحل محله ويشيل الشيله كلها للسكوب كله بعد انتهاء ايه؟ 60 مينت. بس هذا لو فكرت انه الان يعني ده بقى لو دوست تشينج بارتر يعني يعتبره خلاص بقى يا عم، ما تستناش 60 دقيقه يعني، على امل ان هو ان شاء الله يرجع يجي تاني في انت بتراستار وبتعمل بي سي او حاجه وهترجعه تاني. فكده اوكي. كده الراجل ده هيشيل دلوقتي الايه؟ الحمل بنسبه 100 ايه؟ 100%. وصلت؟ لو ده رجع تاني يرجع خلاص تاني، وطبعا اكيد هيحصل ما بينهم ريبليكيشن، وده عارف ده وزع ايه وده عارف ده وزع ايه وهكذا. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ممكن سيادتك تغير المود، رايت كليك بروبرتيز، تعالى بقى خلاص نرجع ده تاني. اوبشنز المفترض بقى دلوقتي لو جيت رايت كليك هنا كده بروبرتيز، دخلت على فيل اوفر، قلت له ايديت، اصبر عليه شويه هو لسه ما حسش ان البارتنر ايه ها راجع يشتغل تاني. نورمال. ممكن تغير المود، تمام؟ اقول له لا انا عايز يبقى الموضوع ايه هوت ستاند باي مود، يعني يبقى واحد شغال والتاني ايه والتاني ستاند باي. طيب يقوم جاي عامل ايه بقى؟ يقوم جاي مخلي الاكتف يوزع من السكوب كله، بس بيبقى فيه كده 5% من السكوب رايحين للستاند باي، تمام كده؟ هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ لما الاكتف يقع الستاند باي بيستخدم 5% من السكوب بس، يوزع منهم مؤقتا لمده ساعه. وبعدين بعد ساعه اطمن خلاص ان كده التاني ما رجعش، يقول لك خلاص شيل انا السكوب كله. يعني ال 5% دي استخدام مؤقت لمده الايه؟ لمده الساعه دي. اقول له هنا اوكي. والمفترض في اوبشن احدد مين فيهم هيبقى الاكتف ومين هو الايه؟ مين هو الستاند باي؟ ثواني كده. بص كده انا لو وقفت على ده، وقفت على السكوب رايت كليك هنا كده بروبرتيز، انت جاي في لوجر، هيقول لك ايه؟ ان رولر ذا سيرفر ايه اكتف، معناها ان ده اللي شغال وهو اللي ايه وهو اللي اكتف. طب لو جيت على ده بقى رايت كليك على السكوب بروبرتيز في لوجر، الرولر ذا سيرفر ايه ستاند باي. المفترض بقى لو ده وقع ده هيبقى هو الايه؟ هيبقى الاكتف، وده لو رجع يبقى هو الستاند باي وهكذا. تمام كده؟ عايز تلغي كل اللي انت عملته ده ولا كاننا عملنا حاجه؟ تقف سيادتك على السكوب وتقول له ايه؟ دي كونفيجر في لوجر. دي كونفيجر في لوجر. يعمل ايه بقى؟ يقوم جاي عامل ايه؟ يمسح من التاني السكوب اللي اتكريت فيه ولا كانه حصل حاجه فيه، ويفضل ده عنده ايه؟ بيقول لك ذا سوي ريموف ذا سيلكت سكوب فروم ذا اسوشيتد فيل اوفر ريليشن شيب، ذا سيلكت سكوب ويل بي ديليتد فروم ذا بارتنر سيرفر. اوكي كلوز. السكوب لسه موجود عندي انا اهو. ولو رحت بقى المفترض على ده في الشايه كده، الراجل ده ما عادش عنده ولا كأنه حصل ايه ولا كأنه حصل. في اي سؤال في الجزء ده؟